هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، بحمد لله تعالى فقد تم افتتاح صدقة زارية بإذن الله تعالى United by أميت الله شيما and أميت الله شيما الإسلام مجلس أنت نهسة شيشة شدني ميشارة أدالة دولة النبال تاريخ وترفيز اليوم يوم الثلاثة تسعة إبريل 2024 ميلادي. فجزي الله عنه خير الجزي وزال الله في ميزان حسنات وسقى الله من نهر الكوثر والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. تقبل يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. آمين. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله. ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟